إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قناة صحة وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهات التوعية الصحية اللي ابتديناها مع بعض على قناة صحة وتخسيس. ناس لأول مرة تشوفنا يا جماعة على القناة، القناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات خاصة بصفة عامة عن الصحة والتخسيس بصفة خاصة. ياريت يا جماعة نرجع نشوف المحتوى اللي بنقدمه من الفيديوهات على القناة، ولو عجبنا المحتوى من الفيديوهات يا جماعة متنساش نضغط لايك للفيديو، اشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش شير القناة كل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. النهاردة يا جماعة هنتكلم على العقم. ناس كتير سألتني على العقم اللي هو infertility. العقم يا جماعة ده مرض بيصيب جهاز التكاثر عند الإنسان. عايز أقول لكم إن نسبة من 10-15% من الأزواج ما بين سن 18 سنة ل 45 سنة بيبقوا مصابين بالعقم. إمتى أوصف إن الزوجين عندهم عقم؟ في حالة عدم نجاح الحمل بعد سنة كاملة من ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام، لكن بشرط إن هما ما يكونوش استخدموا أي وسائل منع للحمل. بمعنى أصح إن زوجين اتجوزوا مارسوا علاقتهم طبيعية لمدة سنة كاملة بانتظام لكن بدون ما حصل حمل، ساعتها بقول إن الزوجين دول عقيمين. لكن ما يبقاش اتنين متجوزين واخدوا وسائل منع حمل وبعد كده وقفوا الوسيلة ويقولوا احنا بقالنا سنة متجوزين. لا، انت تحسب سنة من ايقافك لوسيلة منع الحمل. العقم ده يا جماعة من اختصاص طب الجهاز البولي وطب الغدد الصماء والتناسلية والعقم، ويعتبر من انواع امراض الجهاز التناسلي. في الحلقة بتاعتنا النهاردة يا جماعة هنتكلم بس عن كل الاسباب اللي بتؤدي للعقم عند الرجال. الحلقة دي هتبقى مهمة جدا يا جماعة لكل الرجالة، برضو لكل الستات عشان تعرفي زوجك اذا كان بيخلف ولا لا. كل حاجة عن اسباب العقم لدى الرجال هنعرفها النهاردة في الحلقة دي، ولكن انتظروني بعد الفاصل. عايز اقول لكم يا جماعة 40% من حالات العقم بيكون مسؤول عنها الست، و 40% من حالات العقم بيبقى مسؤول عنها الرجل، و 20% لسبب مجهول. يعني يبقى الرجل طبيعي والست طبيعية لكن ما بيحدثش حمل والسبب بتاعها بيبقى مجهول. لكن بنسبة من 20-30% من الازواج بيكون في عدة اسباب للعقم بيكون مصدرها يا اما الرجل يا اما المرأة او الاثنين. طيب النهارده يا جماعه في الحلقه بتاعتنا هنتكلم على الميل انفيرتيلتي اللي هو العقم لدى الرجال. يا ترى ايه هو اسبابه؟ عايز اقول لكم 15% من الازواج بيحصل لهم عقم، وده بيحدث بسبب خمول الحيوانات المنويه، والحيوانات المنويه مش قادره توصل للبويضه الانثى وتعمل لها عمليه التقصيب. طيب دكتور ايه هي الاسباب الفعليه للعقم عند الرجال؟ اول حاجه يا جماعه احيانا العقم بيبقى وراثي معاه او من غير اسباب بيئيه، زي ان ممكن يكون انتاج الحيوانات المنويه عند الراجل بيبقى قليل ويبقى في انخفاض شديد جدا في العدد بتاعتها، وكمان الحيوانات المنويه قدرتها على الحركه ضعيفه وشكلها السليم مشوه. يعني المفروض ان الحيوانات المنويه ليها شكل سليم لكن هي شكلها عند الرجل العقيم بتبقى حيوانات منويه مشوهه. في حاجه تانية اسمها العنانه اللي هي امبوتنس، ده يا جماعه عباره عن اضطراب على قدره قذف المني عند الرجل وممارسه العلاقه بشكل سليم مع زوجته. احيانا بيحصل كمان انسداد في القنوات الموصله للمني ومنعها ان هي توصل للبويضة وبالتالي لن يحدث الحمل. احيانا الراجل كمان يا جماعة بيبقى عنده بعض الامراض المزمنة والاصابات واسلوب الحياة غير المناسب احيانا بيؤدي للعقم. كمان يا جماعة وجود خصية واحدة على الاقل عند الرجل تعمل بشكل سليم ومعها شوية هرمونات محفزة ان هي تنتج خلايا كافية من الخلايا المنوية
خاصة طبعا هرمون التستوستيرون، ولازم كمان الحيوانات المنوية دي اللي تصل من الخصية اللي بتتكون جواها السائل المنوي اللي بيفرزه الغدة المنوية والبروستاتا عن طريق أنابيب دقيقة ومعقدة. لازم كمان يبقى عدد الحيوانات المنوية على الأقل في الملي لتر الواحد 20 مليون حيوان منوي. وصول عدد أقل من كده يا جماعة يقلل من فرص حدوث حمل إطلاقا. ولازم يا جماعة كمان الحيوانات المنوية دي ما تبقاش عدد وخلاص، لازم تبقى قادرة ان هي تتحرك عشان تصل للبويضة. وكمان يا جماعة لازم يبقى لها شكل مناسب علشان الحيوانات المنوية تقدر تخترق البويضة وتخصبها. من ضمن الاسباب الطبيعية للعقم يا جماعة الناس اللي بيجي لها دوال الخصية الفاريكوسيل، وده يا جماعة دوال الخصية انا عامل عليه فيديو على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الوصف بتاع الفيديو، هريد تشوفوه في كل ما يخص دوالي الخصية بالظبط. لكن دوالي الخصية يا جماعة سبب من أسباب العقم لدى الرجال. أحيانا التلوث يا جماعة اللي بيجي نتيجة عوامل كتيرة جدا بيعمل نظام ندبات جوه القنوات، بتسد القنوات وبتعرقل انتقال الخلايا المنوية جواها، زي مثلا الأمراض المنقولة جنسية زي الزهري والكلاميديا، زي الناس اللي بيجي لها التهابات في البروستاتا، الناس اللي بيحصل عندها تلف في الخصية والتهابات المسالك البولية وأعضاء الحوض. كمان في مجموعة من الناس التانية يا جماعة بيحصل لها عملية ارتداد القذف. يعني ايه ارتداد القذف يا جماعة؟ ارتداد القذف يعني الحيوانات المنوية وصلت للإحليل وبدل ما تطلع بره القضيب نفسه بتعود للمثانة بدل ما تخرج من الهالة في نهاية القضيب. الكلام ده بيحصل نتيجة أمراض زي مرض السكر، مرض التصلب المتعدد، الناس اللي بيحصل لها إصابات في العمود الفقري، الناس اللي بتاخد أدوية علاج البروستاتا، الناس اللي بتعمل عمليات جراحية، والناس اللي بيحصل لها إصابات في المثانة والإحليل. في كمان يا جماعة ناس بيبقى عندها أجسام مضادة للحيوانات المنوية. بصوا يا جماعة المفروض طبيعيا في الإنسان في نظام اسمه نظام الحائل الدموي الخصبي اللي بنسميه بلاد تيستس بارير. النظام ده يا جماعة بيمنع المفروض جهاز المناعة انه يهاجم الحيوانات المنوية والخلايا المنوية. في ناس ما عندهاش النظام ده يا جماعة، فبالتالي الحيوانات المنوية بتاعتها ما بتبقاش فعالة، وبالتالي الحيوانات المنوية بتموت لان في اجسام مضادة ليها، وبالتالي بيصاب الانسان بالعقم. في الناس يا جماعة اللي بتجي لها الأورام اللي بتصيب الخصيتين والأنابيب اللي بتنقل الحيوانات المنوية، الكلام ده يا جماعة بيعمل لهم اضطرابات هرمونية تمنع إنتاج الخلايا المنوية. عندنا برضو الاضطرابات الهرمونية اللي ممكن تحصل عند الرجالة، لأن إنتاج الحيوانات المنوية يا جماعة بيعتمد على تحفيز هرمون اسمه GnRH. الهرمون ده بيفرز من غدة بنسميها غدة الوطاء أو تحت المهاد بالإنجليش اسمها الهايبوثالاموس، ومن الغدة النخامية بتفرز هرمونات الـ LH والـ FSH، ومن الخصية بتفرز الهرمونات الأندروجين أو التستوستيرون. نقص الهرمونات دي كلها اللي أنا قلتها يا جماعة بتقلل إنتاج الحيوانات المنوية أو تعمل نتيجة خلل في الغدد الأخرى اللي بتأثر على وظيفة الخصية، زي الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلوية والغدة الدرقية والبنكرياس. كمان يا جماعة الناس الرجالة بيبقى عندهم من أسباب العقم اضطرابات الكروموسوماتية. الاضطرابات الكروموسوماتية يا جماعة بتخلي عدم نمو للأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية وبتعمل خلل وظيفي بيها. بعد كده يا جماعة عندنا عوامل بيئية بتأثر وبتسبب العقم على الرجالة، زي المبيدات الحشرية، الإشعاع، المعادن السامة، الناس اللي بتعمل حمامات بخار كتير جدا، الناس الرجالة بتقعد في أحواض المية السخنة، الرجالة اللي بتركب دراجات لفترات طويلة. ده يا جماعة الحاجات دي كلها بتزود درجة حرارة الخصيتين، ولما تزيد درجة حرارة الخصيتين يا جماعة بيقلل إنتاج الحيوانات المنوية وبالتالي يقل معدل الخصوبة عند الرجل. كمان نمط الحياة بتاع الرجل، النظام اللي هو عايشه في حياته ممكن يأثر ويسبب له العقم، زي الناس اللي بتدخن، اللي بتشرب كحوليات، اللي بتتعاطى مخدرات، الناس اللي عندها نقص في الفيتامينات والمعادن
الناس اللي يا اما زايده كتير جدا في الوزن او عندها نقص جامد في الوزن. كمان يا جماعه من اسباب العقم عند الرجاله عوامل نفسيه ممكن تاثر على الراجل تخليه عقيم، زي التعب والاجهاد في العمل، التقلب حالات الطقس نفسها، ده بيسبب نقص في انتاج الحيوانات المنويه عند الرجل، خاصه يا جماعه الضغط النفسي والقلق من مسببات العقمه. كمان قدرة الرجل الجنسية لازم تبقوا عارفين يا جماعة بيتحكم فيها العوامل والأسباب العاطفية. أحيانا العلاج النفسي بينجح في علاج مثلا حالات زي سرعة القذف، حالات انعدام القذف وعدم الانتصاب عند الرجالة، بس ما بينجحش في المشاكل اللي أكتر من كده. طيب في أسباب داخلية للخصية ممكن تسبب العقم، زي في رجالة بيبقى عندهم غياب للخلايا الأم اللي بتنتج الحيوانات المنوية. في ناس بيحصل لها رجاله تلف للخصيه بسبب التهابات الغده النكافيه، سواء كان في مرحله البلوغ او بعدها. الناس اللي الخصيه بتاعتهم بتتعرض للاشعاع او الادويه الضاره وتاثير وجود دوالي بيها. الناس يا جماعه اللي بتهمل علاج حالات الخصيه المعلقه في وقت مبكر، الناس دي يا جماعه بتتصاب بالعقم. كمان في اسباب انسداديه زي انسداد البربخ او الحبل المنوي بسبب عوامل خلقيه او التهاب الجهاز البولي التناسلي او نتيجه للتدخلات الجراحيه اللي بتاثر على مرور الحيوانات المنويه من الخصيه وحتى خروجها من فتحه مجرى البول الاماميه. كمان يا جماعه ودي حته مهمه جدا لازم تركز فيها الامهات مع اطفالها، تأخر نزول الخصيتين في كيس الصفن عند الولادة. يعني أول ما يولد الجنين يا جماعة الخصيتين بيفضلوا متعلقين جوه الجسم وما بينزلوش في كيس الصفن، ده يا جماعة بيؤدي إلى تلف الخصيتين تلف كامل، وبالتالي يبقى الرجل ده أو الطفل ده عقيم لما يكبر. في كمان مشاكل في الحبل المنوي، زي إن الحبل المنوي يبقى مسدود يا جماعة بسبب أمراض الجنسية اللي بتتنقل جنسيا، زي مرض سيلان او درن او سل الجهاز التناسلي، او ممكن حاجه خلقيه غياب الحبل المنوي على الجهتين. كمان يا جماعه خلل في الهرمونات اللي بتسيطر على عمليه تصنيع الحيوان المنوي، زي هرمونات الغده النكافيه وهرمون الذكوره، او الناس اللي بتلاقيهم زياده عندهم هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن. الامراض المنقوله جنسيا يا جماعه عشان الناس تخلي بالها، الناس اللي بتعمل علاقات محرمه لازم تخلي بالنا يا جماعة، لأن العلاقات دي ممكن تسبب لي أمراض منقولة جنسيا تنتهي بي إن أنا أبقى عقيم جنسيا، زي السيلان والزهري، لأن دي يا جماعة من الأمراض اللي بتعمل خلل في السائل المنوي من الغدة المنوية والبروستاتا نتيجة تسببها في نقص عنصر مهم للحيوانات المنوية ألا وهو نقص الفركتوز. كده يا جماعة أنا قلت كل ما يجب معرفته عن أسباب العقم عند الرجالة، ياريت الناس كلها تخلي بالها، ياريت الناس لو حتى هتروح لدكتور يا جماعة تبقى فاهم ايه مشكلتك، ايه سبب العقم اللي عندك. معظم الرجالة يا جماعة مش بيبقوا فاهمين، يقولك انا مش بخلف، انا ما بروح الدكاترة وبكشف عند دكاترة كتير ومش بخلف. افهم سبب المشكلة بتاعتك. اتمنى يا جماعة لو في اي حد عنده اي استفسار يكتب لي في كومنت اسفل القناة، هرد على كل الاستفسارات يا جماعة. لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش نشارك القناة كل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناة صحة وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت.